طيب من ناحية تانية، يعني طبعا خلاص إذا كانت أوروبا اكتشفت، وهل اكتشفت ولا حست ان الخطر بيرجع لهم هم مره تانيه، لكن خلاص احنا بالنسبه لنا الناس دي مكشوفه ومعروف توجهاتهم ومعروف هم بيعملوا ايه وعايزين ايه من البلد وعايزين ايه من انه ما تشتغلش وما تعملش مشاريع وما يبقاش في مستقبل وما يبقاش في اي حاجه في بلدنا افضل لينا ولولادنا ان شاء الله. لكن احنا من ناحيه تانيه خلاص احنا عارفين ان هذه الاغراض وشغالين في دنيتنا ومشاريعنا، وبنحاول طبعا نتعافى مع الازمه العالميه اللي موجوده في كل حته حوالينا، ويعني وتيرة المشاريع الحمد لله مستمرة. واحنا هنا في الحياة اليوم زي ما دايما بكرر بقول لحضراتكم، المشاريع بيبقى افضل دايما انك تشوفها بعينيك وتشوف من التقارير كده الصورة قبل وبعد وايه اللي بيحصل، مشروعات قومية وتنموية في مختلف محافظات مصر. النهاردة احنا كاميرتنا موجودة في مدينة بدر، ورصدنا انه تم الانتهاء من حوالي 20,000 وحدة سكنية تم تخصيصها لموظفين العاصمة الادارية الجديدة استعدادا طبعا لنقل الوزارات والموظفين ان شاء الله. فخلونا الاول كده نتابع التقرير ونشوف ايه اللي بيحصل في مدينة بدر، وبعد كده هيكون معانا باشمهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر. استعدادا لنقل موظفي الدولة لوحدات سكنية جديدة، يعمل جهاز مدينة بدر على مشروعات سكنية وخدمية وتطوير للمحاور والطرق، والتي من ضمنها سكن لموظفي العاصمة الإدارية. كل وزارة ليها حصة الدولة مخصصاها. دلوقتي هم في مراحل التخصيص الوحدات للمواطنين او الموظفين، واحنا جاهزين في اي وقت يجوا يشرفونا ويستلموا يعني ان شاء الله. المشروع مقسم على ثلاث مراحل باجمالي 867 عماره، تم الانتهاء فيها من 376 عماره بالمرحله الاولى، وبنسب انجاز وصلت ل 75% بالمرحله الثانيه و 23% للمرحله الثالثه، وتطوير للطرق والمحاور بتكلفة بلغت 830 مليون جنيه. نسب المشروع شغالين فيه في برضه بنلاقي في ميه صرف، نسب انجازنا فيه 60%، شغالين في طرق برضه المشروع، نسب انجازنا عدت 20% من المشروع. احنا ماشيين كويس جدا في عده اتجاهات، منها تطوير الاحياء نفسها القديمه ومشاريع تطوير المحاور الرئيسيه بالمدينه. سباق مع الزمن يعمل عليه جهاز مدينة بدر لاستقبال موظفي العاصمة الإدارية الجديدة في نموذج للمستوى الراقي المطلوب لموظفي الدولة المصرية. عمرو عبد الحميد، الحاليوم.